أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين في مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال مشاركتهم في مسيرة قرب سجن عوفر برام الله دعما للأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد دلقيق. وأقام الجيش الإسرائيلي بمحاولة فض المسيرة التي دعت لها فصائل فلسطينية والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، فيما رشق عدد من الشبان الجيش الإسرائيلي بالحجارة.